الانيه او ما تبقى من قلعه الانيه اللي تم بناها عام 13 او بالقرن ال 13 وتحديدا بعد فتح الانيه عام 1220 على يد السلطان علاء الدين كيقباد. رغم التقارير اللي تقول انه سلطان علاء الدين كيقباد هو اللي بنى هاي القلعه، الا انه البعض يقولون انه هذا الحصون، هذا التحصين الاول للمدينه بنوا القراصنه اللي احتلوها بالقرن الثالث تحديدا. يقولون كل اللي تبقى من هذا الموضوع كله انه اكو انقاض بداخل خزان مال السلجوق، واكو كنيسه بيزنطيه، واكو قصر السلطان قابوس. ليش خافت مني؟ خل اشيلها وقف. لا وقف. خل اشيلها خطيه، ما تقدر تصعد. ما تقدر تصعد والله؟ لا صعدت صعدت. اوكي. هاي القلعة تقع على ارتفاع 250 متر فوق مستوى سطح البحر، وتعتبر بالوقت الحالي انه هي متحف لكن في الهواء الطلق.